بسم الله. دلوقتي لو انا عندي موديل وعايز اعمله داونلود، فاجي هنا من موديل اعمل سيلكت عليه الايكون دوت، اهوت هقول له لا اما داونلود فيبدا يحمله لي، لا اما ديليت فيلغيه، يبقى انا بقيت الملفات بس اللي شغاله معايا، لا اما ادجست يونت فابدا اظبط اليونت اخليها مثلا بالمليمتر بدل بقى بالمتر، شير ويز فيلد يبدا يوديه لبيم 360 فيلد اللي هنشرحه بعد ما اخلص بيم 360 جلو. طيب لو انا عايز اعمل اتاشمنت مثلا بي دي اف او صوره للفلور دوت، هاجي هنا وادوس سلايد كليك واقول له خلي هنا مثلا اهو، واقول له اد اتاش. تمام، تلاقي هنا مثلا سيلكت، لو انت عايز تعمل سيلكت اول او تعكس السيلكت او فيو اول او فيو بروبرتيس او فيو كيومنت سيت، انا هنا هقول له اد اتاشمنت، فبلاقي نوعين، اد فايل فابدا اضيف فايل وليكن مثلا صوره زي دي مثلا بمربع، او تعمل اتاش او تعمل اتاش للينك فتحط الموقع وليكن مثلا بيم ارابيا دوت كوم، واقول له ايه اد لينك. لما اجي احب ابص على الملفات دي هاجي هنا اتاشمنت، فهو يبدا يقول لي ده العنصر دوت موجود فيها ايه، فاقول له مثلا وريني فلور، فيقول لي في الصوره الفلانيه، العنصر التاني الصوره موجوده فيه، فممكن تضيف اي صور انت عايزها تبقى موجودة في قلب الملف بحيث ان اي حد تاني يقدر يطلع عليها بعد كده.